سير اخويا هذا الشيء داز مزيان، حطونا واحد الشيء مقاسحه واحد شويه ياك، وداك الشيء الاخر فيه فين نجمع نقيطات وكذا بحال هكا، داك الشيء في المتناول. يا الحراسه دازت مزيانه، اما خلاونا لا ننقلوا حنا ما ناويينش صراحه الله فهمتي. الفيزيكا هو قاسح شويه والشيماء دازت، الشيماء هي اللي قاسحه كاع بزاف، والفيزيكا جمعنا فيه نقيطات وجيما كوكا بها الكوكا بطلعات، حتى حنا بغينا نطلعوا ان شاء الله هاي شتيها. الحمد لله الاجواء كانوا بخير، الحمد لله ما كانش ستريس ولا شي حاجه، الحراسه كانت شويه مشدده ولكن اللي سميتو اللي كان بريباري وكان موجد صراحه راه غيجي داكشي ساهل، اللي سميتو راه ضروري غيجي شي حاجه صعيبه وسميتو، والحمد لله حنا درنا داكشي اللي علينا وكمل كيبقى على الله والحمد لله نجح لكلشي ان شاء الله. صراحة الامتحان كان في المتناول بالنسبة لمادة الفيزيك اليوم مع الصباح دوزناها صراحة في المتناول، واخا الوقت ما كفاناش أسئلة كتار ورد وستريس، المهم اللي قرا شي حاجة واللي بريبارا هذاك الشيء اللي قرينا العام كامل هو اللي تحط لينا، أما تحطت لنا شي حاجة ما كايناش، غير هو تنتمنى إن شاء الله خير، واخا جاوبنا أسئلة بعد الأسئلة جاوبناهم أسئلة خليناهم، ولكن الحمد لله. خويا الفيزيك صعيب سيرتو الشيمي صعيبة. خويا اش دايرين خدمتهم وصافي، وانت حنايا اللي علينا درنا، اللي حافظ شي حاجة تجي يحطها، اللي ما حافظش ما راه ما يجي يدير والو. حسنا بأجواء الامتحان الوطني والحمد لله خدمنا درنا داكشي اللي قسم الله، داكشي اللي خدمناه دابا فهمتي، لا إله إلا الله. واخا الامتحان كان صعيب شوية ما خدمناش شي أسئلة، كاينين اصدقاء ديالي ما خدموش مزيان فهمتي، ولا اله الا الله محمد رسول الله. اللي دار المجهود غادي يجاوب، اللي ما دارش ما غاديش يجاوب، وكاينين هذوك النقاله وكاينين هذوك لا اله الا الله اش بغيتي، ما عندنا ما نجي. ديما كوكاب ديما كوكاب وديما كوكاب، هما اللي نضطر تنشكرهم بزاف على المجهود اللي داروا معايا هذا العام، احنا نطلبوا الله ييسر لنا الامور في المواد الجايه يا رب. الامتحان شويه كان صعيب، انا ما نكذبوش على اللي خلقنا الصعيب، سبعة الوراق تدعقنا في الاول، انا دخلت كاع قعدت وانا مرض ورجعت شي شويه، وداك الشيء اللي رجعت ما لقيتوش صافي، الشيء اللي رجعت ما لقيتوش، ان شاء الله نعوضوا في الماط والسيونس. الامتحان تاع البكالوريا في الفيزياء والكيمياء كان في المتناول سهل، اي واحد زعما وجد ولا حفظ ديجا راه كان غادي يجيه سهل فهمتي، ما كانش زعما شي مشكل هذا العام ولا في الاسئله في المتناول، داك الشيء اللي حفظنا راه لقيناه. لا بالنسبه للوقت كافي فهمتي، اما شي واحد لا ما حفظش راه يجي الوقت مزير شويه.